هذا واحد الامر تاره انتباه ديالي، يعني بغيت غير نزيد نقرب شويه ليه ونشوف شنو وقع. كما كتشوفوا بان هذه غير مجرد مزارع، يعني شويه خارجه على المدينه غير بواحد 200 300 متر. يعني وشوف الاهتمام اللي عطيناه، شوف الطرقات ديالها كيف دايره. هذه دابا غير حقول، يعني مزارع الفلاحين اللي عندهم اراضي صغيره، كل واحد داير حقل ديالو الخاص. وشوف العنايه اللي عطيناها حتى من الطريق، حتى من الطريق هاي مصايبينها بالقدرون، يعني ابقى بيت قال يعني نخلي الصوره ونخلي فيلم هو نفسه يتحدث على راسه. هذه حقول فقط لا غير، ماشي في المدينة ولا في شي شوارع ولا شي حاجة. الأرض تلاحظو زفتها دايرينها على ود أن هنا كاين واحد البلاصة فيها لابيسين، كيخرج منها الدراري ديال المدارس وكيدوزو هنا في الوسط ديال المزارع. وملي كانت مجربة يعني فيها غير التراب، كانت في بيست كانت كتعمر بها على الدراري انهم كيتوسخوا كيعمروا بالغيس وهادي. وشوف الافكار يعني ديال الوالدين فكروا انهم يهضروا مع البلديه ويطلبوا منها انها تعمل طريق قدرو اللي كيقطع ما بين لابيسين والهام ورا هاد المنظر اللي كتشوفوه. ومن هنا بخير راه في الشتاء واخا يكون هادي ما الدراري تيوصلوا لمحلهم يعني نقيين. ها ماشي راه ماشي عروبيه نقولوا شي حاجه، يعني فيلاج صغير قريه صغيره وعطيه اهتمام كبير لجميع المناطق، واخا حتى لديك المناطق المنسيه اللي من المموله واخا تكون بعيده على الوسط المدينه كتكون عاطينها الاقبال، كيديروا لها فيها سميتو الكراسي ديال الجلاس اللي باش يرتاحو الناس ملي يكونو غاديين في الطريق، دايرين فيها سلات ديال المهملات اللي فين يرمي الانسان الزبل ديالو. ها انا كنهضر لك على خارج المدينة، المحيط ديال المدينة ماشي في وسط المدينة. وسط المدينة الى شتي غادي تخلع، يعني تشوف النقاوة والنظافة وتشوف يعني الاهتمام اللي عاطي للمدينة من كل جانب، حتى الخطوط ديال الاستقطاع والشانطي وكل شيء كنشوف شي. كما كتلاحظوا حتى السيارات عندهم احترام مع الناس اللي كيقطعوا كيوقفوا، ماشي يتسناوك انت توقف وهما ما كيباليوش بيك. لا بالعكس، هنا تيعطوك الوقت باش تقطع على خاطرك اذا كنتي خاطع في الطريق ديالك، يعني في الخطوط ديالك اللي مسموح لك ليها. وهادشي نتمناو يكون في بلادنا تاعنا في المدن ديالنا المغربيه. يعني اللي نجي تشوف الميزانيه ديالها ماشي كثيره، لا غير الناس يعني الاحترام ديال القطاع ضروري، شيء ضروري.